صباح يوم السبت، الأستاذ إبراهيم قاعد في البيت هو وزوجته، يلاقي قوات الأمن جاية تقبض عليه هو وزوجته لاتهامهم بالنصب على شخص ما بمبلغ يقدر ب1,700,000 جنيه. وبعد ما اتقبض عليهم بتهمة النصب والاحتيال، كان للطب الشرعي رأي تاني خالص. 2016، الأستاذ إبراهيم وزوجته بيمروا بأصعب تجربة ممكن تكون مرت عليهم في حياتهم. الحكاية بدأت قبل سنة من التاريخ ده. زوجة الأستاذ إبراهيم كان عندها قطعة أرض تقدر بحوالي 1,500,000 جنيه، وكانت عرضها للبيع وجالها مشتري وكان من الشخصيات الهامة، وفعلا تعاقد على شراء الأرض بمبلغ 1,500,000 جنيه، وكان معاه شخص تاني علشان خاطر يشهد على عقد البيع. عقد البيع تم بنظام الدفعات بالتقسيط يعني، وبعد التعاقد مباشرة الأستاذ إبراهيم وزوجته حصلوا على أول دفعة، والمفروض أن الدفعة التانية تكون بعد 6 شهور. مرت 6 شهور لكنهم ما لقوش الراجل تماما، وحاولوا يدوروا على الراجل المشتري بكل الطرق لكنهم فشلوا تماما في أن هم يلاقوه. وبعدها اتجهوا لإسم الشرطة وحرروا محضر بالواقعة بأن هم اتنصب عليهم في قيمة الأرض، وأن هم ما حصلوش على الدفعة التانية من قيمة التعاقد الخاص ببيع قطعة الأرض. وبدأت الإجراءات القضائية ضد هذا الشخص اللي فعليا اختفى تماما. وبعد فترة قليلة من المحضر اللي عمله أستاذ إبراهيم وزوجته، اكتشفوا ان قوات الأمن جاية تقبض عليهم في البيت بتهمة النصب والاحتيال على نفس الشخص اللي اشترى منهم قطعة الأرض، وده من خلال وصل أمانة زوجته ماضي عليه، والأستاذ إبراهيم ماضي ضامن على وصل الأمانة بقيمة 1,700,000 جنيه، وان هم ما سددوش الفلوس اللي موجودة في وصل الأمانة، وترفع عليهم القضية وتم اتهامهم بالنصب. محامي الأستاذ إبراهيم وزوجته اكتشفوا ان القضية الخاصة بوصل الأمانة معمولة من فترة طويلة، وان إجراءات كتير تمت فيها، وان الإجراء الأخير هو كان إلقاء القبض عليهم بتهمة النصب والاحتيال. المحامي الخاص بالأستاذ إبراهيم وزوجته شكك في وصل الأمانة، وأكد ان زوجة الأستاذ إبراهيم والأستاذ إبراهيم ما عرفوش حاجة خالص عن وصل الأمانة دي، وبالتالي تم إرسال وصل الأمانة للطب الشرعي علشان يأكد ان وصل الأمانة ده مزور او لا. ومن اللحظة دي القضية اتغيرت تماما. الطب الشرعي اثبت في التقرير التالي: اول حاجة ان امضة زوجة استاذ ابراهيم على وصل الامانة صحيحة 100%، ولكن كل اللي مكتوب في وصل الامانة اللي هو فوق امضة زوجة استاذ ابراهيم مزور. النقطة التانية ان امضة استاذ ابراهيم كضامن على وصل الامانة هو كمان مزور، ولكن مزور بطريقة احترافية جدا. واثبت الطب الشرعي التالي من خلال بعض الدراسات والابحاث اللي اتعملت على وصل الامانة اللي ليها علاقة بقوة الخط وضغطة القلم على الورقة وتاريخ الحبر سواء في الإمضة أو في كتابة الوصل أو إمضة الضامن. وتم الاكتشاف أنه الإمضة الخاصة بزوجة أستاذ إبراهيم حصلت أول حاجة على الورقة دي، وبعدها تم إضافة كل اللي اتكتب فوق الإمضة من وصل الأمانة وقيمة المبلغ وغيره، وبعدها تم إضافة إمضة الأستاذ إبراهيم كضامن على الوصل. لكن الطب الشرعي أكد أن التزوير اللي تم بيه وصل الأمانة ده دقيق جدا، وبعد ما أرسلوا تقرير الطب الشرعي للجهات الأمنية وجهات التحقيق بدأوا يدوروا ويحاولوا يعرفوا إزاي تم تزوير وصل الأمانة، وإزاي إمضة زوجة الأستاذ إبراهيم كانت سليم. ومن هنا نرجع للتعاقد الخاص بقطعة الأرض اللي تم قبل 6 شهور من تاريخ وقعة النصب. اللي حصل كالتالي: إن الراجل اللي جاي يشتري قطعة الأرض وهو واحد من الشخصيات المهمة، بعد ما الأستاذ إبراهيم وزوجته خلصوا كل إجراءات التعاقد على بيع قطعة الأرض، كان مهم جدا توثيق عقد البيع الخاص بالأرض في الشهر العقاري. لكن الشخصية المهمة دي قالت لهم: بدل ما نروح تاني يوم للشهر العقاري ونقف في الزحمة والدوشة، أنا عندي علاقات كويسة وأقدر أبعت لكم مندوب من الشهر العقاري على البيت، هيخلص كل الإجراءات ونستلم العقود من غير ما نبذل أي مجهود. وبعد بيع الأرض بكام يوم، زوجة الأستاذ إبراهيم كانت موجودة في البيت، وهي قاعدة في البيت فوجئت زوجة الأستاذ إبراهيم إن الباب بيخبط. فتحت الباب لقت ست بتقول لها إنها مندوبة من الشهر العقاري، وإن معاها كل أوراق عقد بيع الأرض اللي هم لسه مخلصينه من كام يوم، وطلبت منها إنها تمضي على استلام الأوراق الرسمية. وطبعا لأن زوجة الأستاذ إبراهيم كان عندها ثقة في الراجل اللي شاري منها قطعة الأرض، فما شكتش لحظة إن ده تصرف مش طبيعي، وفعلا خدت منها الأوراق اللي اكتشفوا فيما بعد إن حتى كل العقود دي مزورة، لكنها استلمتها وبعدها اديتها ورقة علشان تمضي على الاستلام. والسر كله كان في الورقة دي. الورقة دي فعليا كانت فاضية، ما كانش فيها أي تفاصيل،
وزوجة الأستاذ إبراهيم مضت أسفل الورقة بدون ما تركز إن الورقة دي فيها كتابة أو ما فيهاش حاجة. وبعد ما الست النصابة اللي قالت إنها مندوبة من الشهر العقاري نزلت، سلمت الورقة دي لواحد من المزورين اللي بيتعامل معاهم الشخصية الهامة المزورة اللي هي اشترت من أستاذ إبراهيم وزوجته قطعة الأرض، وديتهم الورقة الفاضية، وبعد كده راح أضافوا على الورقة دي كل تفاصيل وصل الأمانة وكتبوا المبلغ 1,700,000 جنيه، وتم تزوير إمضة الأستاذ إبراهيم وإضافتها لوصل الأمانة علشان يكون الأستاذ إبراهيم ضامن على وصل الأمانة. وبعد ما جهات التحقيق حلت كل اللغز بفضل تقرير الطب الشرعي، قدروا إن هم يقبضوا على النصابين الحقيقيين، وقبضوا على الراجل اللي كان بيقول على نفسه إنه شخصية هامة، وتم إخلاء سبيل الأستاذ إبراهيم وزوجته، ورجعت لهم الأرض تاني. وفعليا قضية الأستاذ إبراهيم وزوجته ووصل الأمانة عمره ما كان هيتحل إلا بتقرير الطب الشرعي. سلام عليكم.